نظراً لقدوم الاختبارات يا أبناء الطلاب، قررنا تأجيل تكريم الطالب المتميز إلى بعد ما تخلص الاختبارات، وبيكون التقييم خلال فترة الاختبارات. ها؟ بيكون التقييم خلال أسبوع واحد بس؟ هذه فرصتي عشان أفوز، المرة هذه لي، مش لأسامة. أيوة، وليش يفوز بها أسامة كل مرة؟ ليش ما أفوز أنا؟ أظن أني عارف ليش. أنا نويت أفوز هذه المرة، ضروري أراقب أسامة عشان أعرف ليش بيفوز وكيف بيفوز أصلا. ليش أسامة يروح الحمام مع شنطته؟ أنا عارف. أذكر مرة إني دخلت الحمام، ولما دخلت إيش بتعمل؟ ولا شيء. أها، هذا هو السر، إنه دايماً منتبه على الترتيب والنظافة. خلاص، خلصت أيامك يا أسامة، ومن الآن بكون أنا الطالب المميز. وأذكر حاجة ثانية. وأخيراً أنا وأنتي لحالنا. الله، أحلى طعمها. ها، وإيش دخل أسامة بهذا؟ ولا شيء، بس تذكرت طعمها الحالي. ما أحلاها. مع السلامة، أروح أشتري مثل هذيك. بوريك النظافة يا أسامة، بوريك. بسرعة يا سالم، بتتأخر عن المدرسة. لا 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 لا.
ها؟ ليش التأخير؟ أين كنت إلى الآن يا سالم؟ ها؟ أنا بس كنت. ادخل هيا ادخل ولا تعمل فوضى. إيش كل هذه النظافة والشياكة يا صاحبي؟ والطالب المتميز لهذا الشهر هو سالم. أكيد مثل كل مرة. أنا أسامة. ها، لا تزعل يا ولدي، الجائزة مش من نصيبك هذه المرة، بس معاك فرصة تتعوض. لكن خليك منتبه، التميز في الأخلاق والالتزام بالوقت والمواعيد والحفاظ على البيئة والمياه، وكمان في نظافتنا الشخصية. ليش التأخير؟ فهمت مقصدي يا ابني. أيوة دلحين فهمت أكثر إيش اللي خلاني. يا أبو سالم تعال بسرعة. ها؟ إيش في؟ خير؟